هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، واللي أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، واللي هيكون فيها منتخب موزمبيق والمنتخب السنغالي ومنتخب نيجيريا. وهتستضيف مصر البطولة على 3 ملاعب في القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية. لاعيبة فريق النادي الزمالك خاضوا تدريبات بدنية بأدوات جيمنيزيوم جوه ملعب عبد اللطيف برجيلة استعدادا لمواجهة المقاولين العرب، وخضعت لاعيبة الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عمل محاضرة مع اللعيبة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بالإضافة لخضوع اللعيبة على فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس مخطط الأحمال. أما ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فعمل تدريبات قوية لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي اتكلم عن مواجهة فريق بورنموث اللي هتتلعب يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقال بوتر: كنا نعاني قليلا قبل التوقف من ناحية الأداء، لم نكن جيدين، وأحيانا تمر بهذه اللحظات، التوقف قد يساعدنا على العودة بشكل أفضل. وعلق بوتر على إصابة نجم الفرنسي كانتي وقال: لقد أجرى عملية جراحية والآن أركز على مساعدته ليستعيد لياقته بأسرع وقت ممكن، لكنه لن يعود حتى أواخر شهر فبراير المقبل. وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أكد أن الكلام اللي اتقال بخصوص تدريبه لمنتخب البرازيل كلام مش صحيح. عندي عقد بيربطني بالاتحاد المغربي وأنا سعيد بده. عندنا أهداف عاوزين نحققها مع المنتخب المغربي. وقال كمان: أتمنى التدريب في أوروبا وأن أجعل الشعب المغربي سعيدا برؤية مدرب وطني يدرب فريقا أوروبيا كبيرا. أندريا أونانا حارس مرمى الكاميرون أعلن اعتزاله كرة القدم الدولية بعد عودته من كأس العالم، وشارك حارس مرمى الكاميرون مرة واحدة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم ده قبل رجوعه للكاميرون بسبب الخلاف بينه وبين المدرب والمدير الفني لمنتخب الكاميروني سونج. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن فوز اللاعب البرازيلي ريتشارد ليسون بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022، وده بعد ركلته الخلفية المزدوجة اللي سجلها في شباك صربيا. وحصل اللاعب البرازيلي على الجائزة بعد تصويت الجماهير له على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. في بعض التقارير الصحفية أكدت وجود عرض على طاولة الأسطورة الأرجنتينية لينيول ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ده بعد تتويجه بطلا لكأس العالم 2022 مع منتخب التانجو على حساب فرنسا. والعرض ده إن لينيول ميسي عنده اتفاق مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان لتجديد عقده اللي هينتهي في 30 يونيو 2023. وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر.